يا فهيم يا ابني، انا شايف ان لسه بدري عليك وانت محتاج ان انت تتدرب اكتر. ازاي بس يا دكتور؟ ده انا قلت لحضرتك انه اشتغل في الصيدليات كتير وعنده خبره يعني. طب ما تقول لنا على اسماء الصيدليات اللي انت اشتغلت فيها قبل كده. كان شغال في صيدليات في المنيا هناك، فيعني ما اكيد ما حضرتك ما تعرفوش. انا عايز اقول لك ان دي صيدليه، فاي دواء ممكن يطلع غلط ولا حاجه لا قدر الله، الصيدليه اللي انت شايفها دي كلها ممكن تتشمع. فليه ما ندربه شويه احسن؟ اه طبعا اكيد كلام حضرتك صح، ندربه شويه. طب خلاص يتدرب هنا وانا اشرف عليه. خلاص انا ما عنديش مانع. وانا ما عنديش مانع. انت عندك مانع؟ انا ما عنديش مانع. انت عندك مانع؟ شوف الضحك ده معناه ان انا اشتغلت ان شاء الله. كتر خيرك يا دكتور، كتر خيرك. يلا بقى اتكل انت بقى على الله، وان شاء الله اما يجي ميعاد التدريب تعالى. طيب ماشي، بعد اذنك يا دكتور. بعد اذنك يا باشا، ابيض عليك، احلى دواء هنا والله العظيم. حبيبي دكتورة، انت يا ابني متاكد ان الراجل ده اشتغل في صيدليات قبل كده؟ لا دكتور، يعني بقى حضرتك اكيد يعني محدش ينفع يكسر لك كلمه. انا الشفت بتاعي خلص، فانا لازم استاذن. على اذنك يا دكتور. دكتوره، دكتوره دي. انا اسف يا دكتور فادي، بس حضرتك ليه وافقت انه تدرب هنا؟ انا حاسس ان في حاجه. انا زيك برضه. طب خلاص، لما يجي قول له اتدرب في حته ثانيه، ولو انت محرج انا ممكن اقول كده. لا محرج ليه؟ انا هقوله ما يجيش. لا بس على الله. زمان الخير قد حان وقد صرنا به الان.